السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، شوفوا هذا المنظر هذا، سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف ما كتشوفوا كنا جالسين، تكيبان لنا هذا المنظر في السماء. شوفوا سبحان الله، يبان لكم يعني الإخوان والأخوات اللي عرفوا هذا الشيء يقولوا في الكومنتير. شوفوا سبحان الله ما شاء الله. أنا قلت الملائكة والله أعلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المنظر غير اليوم في كورنيش مدينة أسافي، سبحان الله. انتم كيف ما كتشوفوا احنا تابعينه يعني بالهاتف كنصوروا، شوف سبحان الله داكشي كيطير كيمشي وكيجي في السماء، مع السماء تقريبا كاين ضباب اليوم، شوف سبحان الله داكشي كيمشي ويجي. خليه اللي غيقولوا لي الاضواء، ماشي الاضواء، هادشي في السماء فهو ورا السحاب كيبان داكشي كيمشي وكيجي. لا إله إلا الله سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي عرف هادشي خلي لي واحد التعليق، وشكرا لكم بزاف، مع السلامة. نتمنى تعرفوا هادشي اللي في السماء واش الملائكة ولا لا. شكرا لكم.